بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اسمي أنا ممدوح الحربي ونيابة عن أعضاء منظومة ماي واي دنتست. نشكر الدكتور عبد الرحمن على قبول هذه الدعوة لتقديم المحاضرة، ونشكركم على حضوركم جميعا. المحاضرة زي ما أنتم عارفين بعنوان How to prepare for SDLE. بيتكلم الدكتور عبد الرحمن في بداية المحاضرة عن الاختبار و presentation تعريفي بسيط، ثم بنترك باقي الوقت بيكون زي الديسكشن والأسئلة. طبعا للتنويه، دكتور عبد الرحمن في نهاية طبيب امتياز في نهاية السنة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الحرس الوطني، وكذلك مقبول في البورد السعودي. فزي ما قلنا، الجزء الأخير إن شاء الله أول أغلب المحاضرة راح تكون زي الديسكشن وإجابات على تساؤلاتكم. فأنتم طالع لكم حاجتين، اللي هي الشات والبوكس اللي فيه حرف الكيو والأي. أي أحد عنده تساؤل سواء من قبل المحاضرة أو خلال المحاضرة يكتبه في البوكس حق الكويستشن انسرز اللي هو الكيو والاي. فالدكتور عبد الرحمن بعد ما يخلص البرزنتيشن بيمشي على الأسئلة ويحاول يجاوب قد ما يقدر منها. إن شاء الله أنها تكون محاضرة مفيدة. تفضل دكتور. السلام عليكم، مرحبا بالجميع وشكرا لحضوركم لمحاضرة How to prepare for SDLE. طيب نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة. تمام. طيب عارفين اختبار التخصصات لابد منه في لكل طالب موجود أو سواء بسنة الأخيرة أو الامتياز، لكن مو كل الناس هدفها بورد زي ما احنا أو الأغلب منا عارف. في بعض الأسباب بتخلي الواحد يختبر استيلي. اعرف هدفك في البداية وشو. هل هدفك just passing to get the license ولا to apply for postgrad programs؟ الهدفين مختلفين تماماً. أكيد التحضير just passing بيكون أقل بكثير من التحضير البوستجراد. النتيجة لل just passing أعتقد 55 أو 52، لكن ال 52 هذه ما راح تدخلك بورد إذا كنت تبغى postgraduate programs. فطيب أنت حددت الجول، راح نتكلم حاليا عن الجول اللي هو أنك تبغى to apply for postgraduate programs. طيب What to expect in SDLE. لازم قبل لا تحضر للشيء تفهم كل مكوناته. أول شيء الاختبار مكون من 300 سؤال. 300 سؤال مقسمة إلى ثلاث بلوكات، كل بلوك فيه 100 سؤال، وكل بلوك لك فيه 120 دقيقة، يعني ساعتين بالضبط حتى تجاوبهم. وش بعد تتوقع في SDLE؟ عندك 2 breaks مجموعهم 45 دقيقة. البريك الأول بين سكشن 1 و سكشن 2، البريك الثاني بين سكشن 2 و سكشن 3. طيب الاختبار تكون من ايش بالضبط؟ من اغلب سبيشاليتيز حق الاسنان. الحلو في الاختبار الجديد انهم شالوا كل البيسك ساينس، البايوكيمستري، الباثولوجي، البيسك باثولوجي كلها شالوها، فصار اللي موجود حاليا يختبرونك في الاورال ميديسن والاورال سيرجري، بريدونتكس، اورثودونتكس اند بيدياتريك دنتستري، restorative dentistry يشمل الاوبريتيف مع البروستو. برضو يختبرك في الاندو، يختبرك في اللوكال انستيزيا، بروفيشناليزم، ايثكس، انفكشن كنترول، بيشنت سيفتي. تمام، عرفنا حاليا وش نتوقع من الاختبار، وش الاشياء اللي راح نختبر عليها. طيب اغلب اللي يسالون كم الدرجه المناسبه عشان والله انقبل في البورد. من نظرتي أنا للسنوات اللي راحت اللي قبله واللي قبله السنة هذه، يفضل يكون اختبار الاستي اللي تجيب فيه فوق 80. فوق 80 أبدا مو صعبة إذا الواحد حط له وقت والتزم فيه وعرف المصادر اللي ذاكر منها، اللي مو كل المصادر راح تفيدك في الاختبار. تعرف كيف تذاكر بذكاء. طيب هذا بالنسبة للاختبار، يفضل أنك تجيب فيه فوق 80. طيب التوتال سكور اللي هي تشمل معدلك على السي في مع الاستيلي، يفضل برضو تكون فوق 80. اذا جبت المجموع فوق 80 نسبه قبولك في البوست جراديت بروجرام تكون عاليه جدا. فحاولوا تكونون حريصين انكم يعني تحصلون هالارقام واعلى ان شاء الله. طيب كيف تذاكر؟ بالنسبه لي انا كنت اذاكر تقريبا 6 أسابيع،
كانت تقريبا 4 ساعات ديلي، لكن الشيء هذا ما ينطبق على كل أحد. يعني بعض الناس ممكن يحتاج شهرين، بعضهم ممكن يحتاج شهر واحد. 6 أسابيع كأفريج، 4 hours daily only average. لكن اعرف قدراتك، مو كل أحد يعني راح يقدر مثل 6 أسابيع، ولكن لا أحد يقدر مثل شهرين. أنا بالنسبة لي شهرين أشوفها جدا مملة، إذا يعني زادت عن شهرين أشوفها جدا مملة، خلاص يعني بيرن أوت بتصير. فدائما خلي المدة قليلة، أحاول أذاكر فيها أكبر شيء أقدر عليه. ف 6 weeks 4 hours daily هذا الأفريج، واحسبها على حسب قدرتك. طيب كيف تقسيمتها؟ عندنا 6 weeks مثال علي أنا، أول 3 weeks أحاول أذاكر أشياء تقوي البيسك نولج، أبعد عن الاختبار شوي. إذا عندك البيسك نولج شوي ضعيفة أو تحتاج ريفريشمنت، أنصحك أول 3 أسابيع يعني أو 50% من الوقت اللي أنت محدده تكون للمراجعة، تاخذ المراجعة من مصادرها المعروفة. يعني بالنسبة لي أنا أنصح في الثلاث مصادر هذه، Dental Dex Part 2 والكابلن تيست بريب أو Dental Board Mastery App. الأول فلاش كارد، تقريبا 1300 فلاش كارد. كابلن عبارة عن كتاب يعني ملخص لك كل المواضيع، شباتر شابتر اندو شابتر بروستو تكلم عن. دنتل بورد ماستري اب، الاب هذا جميل جدا، تقريبا في 1300 سؤال كلها فلاش كارد، حتى يشرح لك يعني يشرح لك جوانب السؤال كاملة. فأنصح دائما أول 50% من وقتك يكون تقوية البيسك نولج، تمام. 50% من الجزء الثاني من وقتك أنصحك تذاكر recent questions bank، دائما يكون فيه question bank تطلع بعد كل اختبار، دورها من مصادرها، لكن حط في بالك أن أغلبها خاطئة، أغلبهم تجاوبينها خاطئة. فاللي أنت راح تسويه في 3 weeks الباقي من اختبارك، جمع question bank تصححها لنفسك، تمام، تمشي على كل سؤال وتصححه، لا تعتمد أبدا على الأجوبة الموجودة. فحتى لو لقيت مثلا السؤال حاولك بس ما تلقى الإجابة، لا ابحث عن موضوع السؤال كامل، تمام. فمثلا سؤال تكلم مثلا عن نوع كامبوزيت مستخدم مثلا في الكلاستو، حاول ما تبحث بس عن نوع الكامبوزيت مستخدم في الكلاستو، ابحث عن أنواع الكامبوزيت كاملة، تركيبة الكامبوزيت، يعني اعرف البيسك حتى لما يجيك السؤال بصيغة ثانية راح تعرف له. فباختصار أول 50% من وقتك حاول تقوي فيه البيسك نولج، 50% الثانية على الريسنت كويستشن بانكس، ويجي منها كثير، يجي منها كثير. بالنسبة لاختباري يعني اختبار الأول جاء كثير من الدنتل ديكس بالنسبة لي، بعضهم قالوا لا ما جاءنا كثير من الدنتل ديكس، أنا بالنسبة لي جاتني كثير من الدنتل ديكس، بعض الأسئلة جت بالحرف الواحد من الدنتل ديكس. فأنصحكم في الثلاث مراجع هذه 3 weeks عليهم كلهم أعتقد صعبة، فالأفضل أنك تختار واحد، ما تشتت نفسك، اختار واحد منهم، ذاكر 3 weeks، 3 weeks الثانية ذاكر من recent questions bank. طيب وش المفروض تسوي خلال وقت دراستك؟ أول شيء avoid distractions، لما تحط لك وقت تذاكر فيه طف الجوال، حرفيا الجوال لما تفتحه بس من تنبيه ما راح تنتبه إلا بعد نص ساعة أنك قاعد على تويتر ولا قاعد على واتساب ولا أي شيء. فلما تذاكر أبعد عنك الجوال. طيب بتقول أنا بقعد أبحث، تبحث خل عندك آيباد ولا لابتوب يمنعك تروح لموقع التواصل الاجتماعي. فنصيحتي دائما الجوال ياخذ من الوقت بشكل ما تتصوره، وقت مذاكرتك طفل الجوال، ذاكر المدة كاملة، لكن لا تضغط نفسك تذاكر ساعات طويلة، take breaks كل نص ساعة، كل 25 دقيقة take break، دقيقتين 3 دقائق غير جوك اطلع تحرك، لأنك بدون break صدقني you will get exhausted بالأخير يعني الأشياء اللي ذكرتها you will not memorize them. من الأشياء اللي فادتني برضو اللي هي study in groups، حاول أنك تختار مجموعة تثق فيها، study with them، يعني لما تشاركون الأسئلة تصححون البعض، هذه راح تفيدك كثير بالمذاكرة، حتى راح تفيدك أنك تحصل ممكن معلومات أكثر. فstudying in group شيء مهم جدا.
تمام. What should you do the day of exam؟ أول شيء قبل الاختبار بيوم لازم تنام بدري. حاول إنك تنام بدري، لا تشرب قهوة، لا تشرب أي شيء ممكن يطير عنك النوم. نام بدري، حاول تصحى بدري قبل الاختبار بساعتين 3 ساعات، تاخذ لك شاور، لايت ميل خفيفة، الرايف إلي تو ذا إكزام سنتر، حاول توصل بدري، لأنك لو وصلت متأخر صدقني يو ويل جيت ستريسد وممكن تضيع بعض المعلومات، فحاول تجي لمركز الاختبار بدري مروق، آكل لك شيء خفيف. برضه وقت الاختبار مثل ما قلت أنا 3 sections، لا تصير فيها سوبر هيرو وتقول بخلص كاملة ما راح أخذ ولا بريك. ممكن تخلص السكشن الأول بسلام، تخلص الثاني بسلام، لكن لما تجي للثالث راح تسلك، راح تحط أجواء بس تعبان، يعني قاعد يمكن لك ساعتين أو أكثر من ساعتين 3 ساعات تختبر، ف your brain will get exhausted. فأنصح تأخذ بريك، مو شرط تأخذ 2 breaks كاملة، ممكن تأخذ البريك ما بين section 2 section 3، ومو شرط تأخذ 45 دقيقة كاملة، لو تأخذ 10 دقائق بس refreshment، تطلع تمشى شوي برا ثم ترجع للاختبار. طيب انتهيت من الاختبار وش تسوي؟ reward yourself، دلع نفسك. ذكرت تقريبا شهرين اختبرت اختبار يعتبر مصيري، فاليوم هذا كافئ نفسك، اطلع فيه تمش، سوي الشيء اللي تحبه، you did it. فلا تبخل على نفسكم بعد الاختبار، لأن بالعادة تكون burn out بعد المدة ذي كلها، فلازم تكافئ نفسك. طيب اختبرت طلعت النتيجة ايش تسوي؟ take another shot، حاول قد ما تقدر تاخذ فرص كاملة. بالعادة الاختبار الأول ما يكون هو أفضل اختبار لك، أنا بالنسبة لي الاختبار الأول ما كان أفضل اختبار لي أبدا. الاختبار الثاني الحمد لله قدرت فيه جيب النتيجة اللي كنت أطمح لها، فتيك another shot، حتى لو جبت درجة كويسة في الاختبار الأول جرب اختبار مرة ثانية ولا تتحطم، معاك 3 فرص تختبر فيها. بالنسبة لي أنصح دائما يعني personal preference إن الواحد يختبر سنة الامتياز. سنة الامتياز عندك وقت طويل تذاكر فيه بعكس السنة الأخيرة من الأسنان، فسنة الامتياز عندك وقت طويل تذاكر فيه، بالعادة الدوام يكون خفيف، فأنصح دائما اختبارك تخليه لسنة الامتياز. طيب هنا نكون خلصنا، شكرا لكم لاستماعكم. هذا حسابي في تويتر إذا أحد حاب يسأل أي شيء الحين بعدين، والحين إن شاء الله نلتقي الأسئلة، أي سؤال حاب تقوله تفضل. يعطيك العافية دكتور. طبعا زي ما قلنا في البداية أغلب الوقت بيكون على الأسئلة، فأي أحد عنده سؤال يحطه في أو يكتبه في الكويستشن أنسرز بوكس. تقريبا أوريدي في فوق 15 سؤال، فتبدأ من فوق دكتور لأنها هي الأقدم. طيب بحاول طيب نبدأ من فوق. متى أفضل وقت اختبر فيه اختبار الأية وكيف أستعد له من ناحية دراسة المراجعة؟ مثل ما قلت أفضل وقت يكون سنة الامتياز، الاستعداد له مثل ما قلت لك المراجع اللي حطيت أنا قبل شوي، دينتل ديكس، كابلين تيست، هذه كبداية أول 3 أسابيع تقوي فيها البيسك نوليدج، 3 أسابيع الثانية تذكر فيها التجميعات، التجمعات اللي انت صححت لنفسك، لا تعتمد على تصحيح غيرك. طيب الفارما كمان شلوها؟ لا، في اسئله فارما لكن بسيطه جدا، يعني اختباري كان فيه سؤال او سؤالين، فبسيط جدا كلها مرتبطه مع الاورال ميديسن او البيريو، ف يعني فارما بيرسي لا ما فيه. طيب في اسئله كاتب ما ادري دكتور اد امبلانتس، الامبلانتس تبغاني اضيفها، الامبلانتس ضمن البروستو، في اسئله عن الامبلانتس برضه خاصة المسافة بين الأسنان والإمبلانتس. كم محاولة اختبار كل شخص في السنة؟ 3 محاولات في السنة. هل البورد يقبل غير السعوديين؟ أذكر كان في بعضهم غير سعوديين، ف yeah they accept non-Saudi. الكتب اللي أنصح فيها شيء للبيسك، أنصح في المراجع سواء Dental Dicks, Kaplan ولا Mosby Review ولا First Aid Review، الأربع مراجع هذه مهمة. المصادر كلها لازم تدفعها، وين ممكن تحصل المصادر؟ بالعادة تحتاج تدفع فلوس، الدنتل ديكس بفلوس، الكابل بفلوس، كلها تحتاج تدفع لها، ف
كلها أونلاين موجودة. لا ما أنصح بسنة سادس كل امتياز، أنصح في الامتياز. يقول دكتور ممكن تعيد السلايد، كم سؤال اختبار كم الوقت؟ الاختبار 300 سؤال، كل 100 سؤال سيكشن، كل سيكشن ساعتين يعني مجموع 6 ساعات. الاختبارات تبدأ تقريبا طول السنة، لكن إذا ماني واهم كانت بأوغست تبدأ، فأوغست يبدأ يعني نيو سايكل. دكتور نوت ما أعرفه والله، يعني إذا في مصادر كويسة واي نوت، لكن ما أعرفه. Source of infection control regarding COVID-19. COVID-19 إذا تبغى infection control part روح لل CDC Saudi CDC أو لل WHO، موجودة كثير ويركزون ترى إذا ممكن يختبرونك، ممكن يختبرونك على ال negative pressure. طيب اللي خلص امتياز ما اختبر عنده فرصة، ما ضاع شيء، تقدر تختبر. الفرق بين اختبار تجريبي التعليمي حقيقة حاولت أدخل موقعهم ما فهمت أي شيء، يعني مو واضحين وش الاختبار التجريبي اللي هم يقصدون فيه، فما أقدر أفيدك بشيء. ذا أقدر أستغني عن المراجع اللي ذكرتها واستلم محاضرات الجامعة، واي نوت إذا كانت أنت يعني أنت دارس 6 سنوات هذه كلها، إذا عندك وقت روح محاضرات الجامعة، لكن مثل ما قلت لك لا تضيع نفسك أو لا تضيع وقتك على شيء مشتتك في النهاية. فزينة المراجع هذه إنها جت كلها محطوطة في كتاب واحد، يعني أسهل الوصول. عدد مرات الاختبار إذا عندك 3 محاولات تختبر فيها، يعني عندك محاولة واحدة إذا عندك تصحيح 6 أيام بعدها، يعني عندك محاولة واحدة نجحت فيها، عندك محاولتين بعدها الرفع الدرجة. المراجع مثل ما قلت في لا إله إلا الله في أونلاين. كم المدة بين الاختبار والثاني؟ يعني على حسب رغبتك، يعني إذا طلعت النتيجة أو تبغى تختبر قبل تطلع النتيجة شيء راجع لك، فأنا أنصح أنك ما تختبر لين ما تطلع النتيجة، ويكون في مدة طويلة تذاكر فيها من جديد إذا ناوي تختبر مرة ثانية. دنتال ديكس في أونلاين نفس موقعهم، يوصلونها في التوصيل وفي أونلاين نفس الموقع. إذا اختبرت أكثر من مرة تعتمد أفضل درجة ولا آخر درجة؟ لا، تعتمد لك أفضل درجة، حتى لو اختبرت ثاني سيء تعتمد أفضل درجة. هل أنسب وقت اختبار بداية سنة امتياز ونهايتها؟ في البداية نصيحتي في البداية أول شهرين حاول تختبر عشان ما تضيع نفسك الفرص، وبرضه حتى لما يكون تقديمات البورد تبدأ تقريبا فبراير أو جانوري، فحاول تكون يعني تختبر بدري. أوكسفورد هاند بوك في كلينيكال دنتستري، الكتاب جيد، كتاب كان عندي يعني راح يفيدك في البيسك نوليدج، واي نوت. يعني وقت الاختبارات مثل قلت تقريبا اوغست، ضايعه في مصادر مذاكره، هذه المصيبه اللي كانت تواجهنا مثل ما قلت لك، اللي حطيتها لك اول 3 اسابيع بيسك نوليدج دنتال ديكس ولا كابلن، 3 اسابيع الثانيه مراجع. صلى الله وسلم، افضل شيء ممكن تسويه. طيب هذه قول مرة ثانية، لما اختبرت سويت نفس الطريقة 6 أسابيع ونفس الريفرنس، ما زدت شيء أو غيرت شيء عليه؟ إيه نفس الشيء، يعني يسألني هل الطريقة الثانية كانت نفس الشيء؟ تقريبا نفس الشيء، لكن ركزت على المراجع بشكل أكثر، أني كنت معتمد على المراجع الموجودة فكانت أغلبها غلط، فقعدت أصحح لنفسي. دنتل ديكس أعتقد واصلين الحين للإصدار 2017-2018. فين تحصل مراجع تيست بانك؟ بتحصلها، هي يعني الليجل انك تنشرها، لكن اذا بحثت عنها راح تحصلها. الرسوم تقريبا 1100 او 1070 ريال، ومسموح لك تختبر 3 مرات. يقول التجميعات تجي منها يعني تتكرر كثير، تقريبا كثير، فاحرص على التجميعات، لكن مثل ما قلت لك البيسك نولج مهم جدا. طيب خطوات تسجيل في الهيئة اللي ما تكلمت عنها لأنها مو موضوع اليوم، لكن بإذن الله إذا في الشباب أحد يتكلم عنها مستقبلا. وخطوات تسجيل سهلة، أنت ركز على المذاكرة. أنا اختبرت اختبار سبتمبر ونوفمبر، أنت اختبرت السنة اللي راحت، تمام؟
الحين السنة الجديدة فمعك 3 محاولات من جديد ترجع. كم تحتاج من وقت تراجع الكمية الهائلة؟ هي مراجعة بسيطة، فمثل ما قلت 6 weeks كأفريج، شهرين أشوفها ماكسيمم، لا تطول المدة لأنك راح تضيع. فإذا زادت المدة راح تنسى أغلب الأشياء، فحاول تكون في مدة قصيرة تضغط نفسك فيها. طيب، الموقع حق الهيئة فيه مصادر كثير، كتب كثير، صدقني لو بتذكرها كلها يبغى لك 3 سنوات. ف يعني هذه الكتب اللي كنا نذاكرها أصلا في أيام الدنتستري، الـ6 years اللي راحت كنا نذاكر من الكتب هذه، ف إذا بتذاكرها كاملة عانك الله. البرامج اللي ذكرتها كلها أونلاين. طيب، تقديم البورد لا، يعني هي على حسب رغبتك. إذا أنت حاط الرغبة الأولى مثلا أبها، يعني أكيد راح، إذا في فرصة في أبها راح يحطونك في أبها. إذا أنت معدلك عالي راح يحطونك للفرصة اللي بعدها، فهي تعتمد على حسب معدلك أنت ك يعني أوفرول. هل ينفع أخذ محاولتين بالامتياز؟ أنا بالنسبة لي محاولتين. دنتال ديكس عندهم موقع تقدرون تشوفونه. اللي اختبر 3 مرات وما عدت ولا واحدة، يبغالك وقت، يبغالك مراجعة من مصادر كويسة بنفس الوقت. يعني أكيد القدرات تختلف، لما واحد يذاكر بس نظري مو مثل واحد يذاكر كتابة. ف أنصحك في الكتابة، أنك تكتبين المعلومات، الشيء هذا يساعدك في الميموري. يعني إذا أنت شايف نفسك والله دائما تذكرين مذاكرة نظرية بالأخير ما يعني ما تعدين، أنصحك في المذاكرة الكتابية لما تكتبين الشيء. الشيء هذا راح ياخذ منك مدة طويلة لكن very effective في الميمورايزنج. واحد يقول أفضل وقت أول فترة ولا آخرها؟ ما تفرق، يعني آخر الفترة ممكن يكون في بعض المراجع أو بعض التست بانك طلعت، لكن ما تفرق أول فترة ولا آخرها، إذا لقيت السيت تيك إت. تنصح نخرج من المراجع اللي حاطينها لنا؟ أول شيء طب الأسنان تقريبا اللي موجود عند الهيئة هو اللي درسته، هو اللي موجود في المراجع هذه، فاختار المرجع الأسهل لك. يعني بالنسبة لي أنا ما راح أرجع المحاضرات، محاضرات طويلة، يعني كم يبغى لي 1000 محاضرة، أبغى شيء مختصر، كتاب مختصر يساعدني بالمذاكرة. فأنصحك في المراجع اللي intended for review. ما يختلف أول الشهر ولا آخر، لا ما في اختلاف. تصحيح الأسئلة أفضل شيء يكون شخصي، لا تعتمد على جروبات تليجرام أبدا في التصحيح، أغلبها غلط. توزيع الأسئلة مو هو متساوي بين التخصصات، كل تخصص له نسبة معينة، لكن مو شرط أنهم they will stick for it. يعني دائما أغلب شيء across the operative. الإثكس والسيفتي موجودة ضمن المصادر اللي ذكرتها، أمرها بسيط جدا وأسئلتها قليلة، يعني تقريبا على اختباري كانت 5 أسئلة تقريبا. لو تبغين تاخذين الفرصة يعني 3 فرص خلال الامتياز، يعني شوف مثلا أوغست أو سبتمبر هذه الفرصة الأولى، أكتوبر أو نوفمبر الفرصة الثانية، نهاية ديسمبر الفرصة الثالثة إذا تبغى. البريو كلاسيفيكيشن الجديد ترى بالنسبة للاختبار اللي اختبرته ما جاء ولا سؤال يسألكم مباشرة وش البريو كلاسيفيكيشن، ومو صعب، لا مو صعب أبدا، سهل، يعني تحتاج بس وقت منك يعني تقراها، سهلة بإذن الله. شروط البورد ببساطة، جيب درجة كويسة تأهلك الفيرست نومينيشن،
بعدها انترفيو، بعد الانترفيو عاد يا انك تجي ماتش ولا نون ماتش، وان شاء الله راح تكون ماتش. كيف تقدر تجي فوق ثمين وفوق؟ مثل ما قلت لك قبل، المصادر المعتمدة والوقت المناسب أو الكافي للمذاكرة، ف hard working will pay. إذا خلاص امتياز لا، راح تكون السايكل الجديد يمديك 3 مرات. اللي يقول أنصح محاضرات، المحاضرات ليش لا؟ إذا تسأل ضيع وقتك، ممكن ضيع وقتك، أنصحك في المراجع المختصرة والشاملة. هل الاختبار صعب؟ أبدا مو صعب، يعني أسهل من السنوات الماضية اللي كانوا يقولون الناس اللي قبل الاختبار سهل، سهل إلى متوسط. أكيد في بعض الأسئلة ما راح تدري منين جابوها، لكن مجمل الاختبار يعني تسكت. درجة النجاح والله ناسي 50 أو 55 تقريبا. طيب البيريو، يعني أنصحك في المراجع اللي تتكلم عنها بريفلي، البيريو ممكن تفيدك أنك ترجع المحاضرات، تمام؟ إذا يعني حاس أنك ما لقيت مرجع لها، ارجع المحاضرات اللي ذكرتها قبل. عموما البيريو يعني كان يتكلم تقريبا أغلب الأسئلة كانت عن الكرافتينج، فلاب ديزاين والأشياء هذه. هل 120 دقيقة كافية حل 100 سؤال؟ إيه كافية، لا تشيل هم الوقت، كافية بإذن الله. هل في أسعى تطبسها المجتمع؟ ما أذكر. أفضل مصدر بالنسبة لي دينتل ديكس، بعده تجميعات. عندك بريكين بين السكشن الأول والسكشن الثاني، وبين السكشن الثاني والسكشن الثالث مجموعة 45 دقيقة. متى تطلع النتيجة بعد الاختبار؟ بالعادة تطلع نهاية الشهر 29 30 أو بداية الشهر الجديد، يعني نهاية الشهر أو بداية الشهر الجديد. في حد أقصد الفرص، ترى معك 3 فرص. بعد الامتياز عادي يعني نيو سايكل، تقدر تختار من جديد. أنا معد، إذا معدلك جيد وسويت كويس في اختبار هل ممكن أنقبل؟ ليش لا؟ تقديمات برا يعني مو سهلة زي ما أنت حاطة في بالك، ترى صعوبتها مقاربة للصعوبة اللي هنا أو أصعب. فقبولك في البورد يعني أشوفه ممكن أسهل من قبولك خارجيا. صحيح مو شرط تأخذ وقت بريك كامل، تقدر 10 دقائق ثم ترجع. طيب هذه أسئلة، يقول تنصحني أدخل أول اختبار بدون ما أذاكر عشان أختبر نفسي؟ يعني ليش تدخل اختبار عشان تختبر نفسك إذا ما راح تذاكر؟ فأتليست ذاكر التجميعات، أتليست يعني إذا ما تبغى تذاكر، لكن أنصحك تذاكر حتى تختبر نفسك. هذا راح تعودك أنك لما تختبر المرة الجاية تكون عندك يعني الطاقة أنك تذاكر. السايكل أعتقد تفتح بأوغست، عادي اختبر بأوغست ليش لا، يعني ما تفرق أوغست أو سبتمبر، اختبرها إذا كانت أول محاولة لك ليش لا. الفيديو مسجل؟ ما أعتقد أنه مسجل، لكن إذا فيها أسئلة أقدر أجاوب عليها. طيب واحد يقول اختبرت قبل 3 شهور وجبت 70، أقدر باختبر ثاني وترفعها؟ أكيد عندك ترفعها، في ناس كانوا 70 واختبرت الثانية جاءوا فوق 80، يعني it's not impossible، تقدر عليها. ذاكر المصادر وركز على التجميعات. ما في أي شهر أفضل من الثاني بالنسبة للاختبار، كلها متساوية.
تخص العلاج الطبيعي ما أعرف عنه شيء حقيقي. تمام. سؤال يقول هل كل قسم له موضوع، مثلا قسم اندو وقسم بريو؟ لا، الاسئله ميكس، فيها اندو بريو يعني ال 100 سؤال الاولى، 100 سؤال الثانيه، 100 سؤال الثالثه، كلها ميكس. يعني اللي يسأل معدل مهم جدا، معدل راح يساعدك لكن مو هو مهم مثل اهميه الاختبار او السي في. المعدل عليه 30%، السي في على 20%، الاختبار على 50%، فقسها عليها. دنتال ديكس فلاش كارد، يكون السؤال بوجه والإجابة في الوجه الثاني. طيب اللي يسأل عن تويتر أكاونت الحربي دي ALHARBI DE، إذا عندك أي سؤال. طيب يعني واحد يسأل أي درجة راح يختارونهم، راح يختارون الدرجة الأفضل بالنسبة لك. Second evaluation ما أدري وش قصدك فيه، لكن إذا قصدك إنك تراجع الأسئلة لنفسك هذا شيء مهم اذا بتختبر مره ثانيه، لان بعض الاسئله اللي جتك في الاختبار الاول احتمال كبير انها تتكرر في الاختبار الثاني. اختبار قدرات الجامعيين مطلوب في القبول في البورد؟ لا مو مطلوب. النتيجة تعتبر كويسة لتقديمات البورد مثل ما قلت، تقريبا من 80 وفوق، يعني 80 هو الافريج وراح تكون في السيف سايد. كتب الام سي كيوز اي مفيده اذا كانت الاسئله يعني اجاباتها الصحيحه، مو التجميعات واجابات غلط. إيه المحاولة الثانية تدفع فيها، كل مرة تختبر راح تدفع، يعني الدفع فيك. أول مرة يكفي شهرين وثلاث شهور، شهرين is more than enough. المصادر اللي ذكرتها كلها recent dentistry، كلها dentistry جديدة، ف لا تشيل هم انها شيء outdated. طيب السؤال يسأل هل البورد تحتاج رسوم؟ ادري ان السؤال شاطح على الموضوع، لكن بما اني حاليا ماشيت فور بيديك اندستري بورد، هي البورد تحتاج رسوم. يعني لما يجيك ماتشنج سكند ماتشنج راح تدفع للهيئه 32,000 ريال، يدوي لك سبونسر، هو راح يدفع رواتبك لثلاث سنوات هذه. ال 32,000 هذه بالعاده يرجعونها لك سبونسر بعد اختبار السنه الاولى. في اسئله سابقه كثير، كيف نعرف المفيد منها؟ ذاكر كل شيء، ما تدري وش اللي بيجيك في الاختبار. اسماء المراجع مثل ما قلت: دنتال ديكس، كابلن تيست، موزبي ريفيو، فيرست ايد، دنتال ماستري اب. الاختبار اعتقد كان يبدا الساعه 8، اللي يستعن وقت الاختبار. طيب واحد يسأل يقول ليش دنتال ديكس بارت 2 مو دنتال ديكس بارت 1؟ دنتال ديكس بارت 2 يتكلم عن تخصصات الأسنان، بعكس بارت 1 اللي كانت تتكلم عن البيسك ساينس، فدنتال ديكس بارت 2 مور ريليفنت لاختبار الاس دي ال اي. صلاحية نتيجة الاختبار مفتوحة أعتقد، أو إلى 5 سنوات.
طيب شهر ونص كافي المذاكرة، ليش لا؟ الاختبار أبدا مو تعجيز، اليأس عن اختبار تعجيزي، لا مو تعجيزي. واحد يسأل عن قناة دنتل منتل في اليوتيوب، القناة هذه حلوة يعني تفيدك كمراجعة سريعة، ليش لا؟ أنا أذكر أني شفت منها كذا مقطع، قناة جيدة. واحد يقول ممكن ننسى المعلومات اللي كسبناها في بداية المراجعة، شوف شيء طبيعي أنك تنسى، يعني الإنسان من النسيان. بالعادة المعلومة تكون ناسيها لحد ما تسأل عنها راح تتذكرها، فلا تخاف من الشيء هذا، لما يجيك السؤال على الأغلب أنك راح تتذكر الإجابة. التجميعات لأي سنوات؟ take the recent years. ممارس بلس؟ لا ما يحتاج تسجل فيه قبل الامتحان أبدا. اللي يقول أنت ديكس أكثر من 1000 صفحة، قصدك 1000 فلاش كارد 3 weeks؟ إذا أنت إنسان راح تضغط نفسك you can do it. حتى نصيحة، مو شرط أنك تذاكر كل التخصصات من الدنتل ديكس، مثل الدنتل ديكس في الفارماكولوجي، أعتقد كان في فارماكولوجي، أنا ما ذكرتها بالنسبة لي. نصيحة اللي يسأل المرة الأولى وش أسوي، خذ لك مرجع واحد ذاكره وبعدها ذاكر التجميعات، اختبر للمرة الأولى وشوف مستواك وين. ال3 أشياء اللي تحدد درجتك النهائية هي الجي بي اي، الاس دي ال اي سكور، مع السي في او البورتفوليو. اللي يسأل اكتفي مصدر واحد ولا 3، نصيحتي خليك على مصدر واحد، لا تشتت نفسك ابدا. اللي يسأل صعوبة القبول في البورد من تخصص إلى آخر، إذا كانت درجتك كويسة ما أعتقد أن فيه صعوبة، وما يهم إذا تخصص عن ثاني صعب، الأهم هو رغبتك. إذا أنت تبغى مثلا بديادة دنتستري you will work for it، يعني ما راح تختار التخصص الثاني لأنه أسهل في القبول، فهي دعوة على رغبتك بالبداية والنهاية. كم كنت أذاكر ساعة اليوم؟ تقريبا 4 ساعات 5 ساعات يعني بالأفريج هذا. اللي يسأل هل ممكن تتكرر أسئلة 2019 2018؟ ليش لا؟ يعني بالأخير دنتستري ما راح تجيبون معلومة جديدة خارجة عن السياق اللي أسألوا عنه قبل، ف راح تتكرر منها كثير. المصادر اللي ذكرتها كافية أنك تجيب درجة كويسة، مثل ما قلت لك لا تشتت نفسك بأكثر من مصدر راح تضيع. اللي يسأل هل أنا ذكرت كل المراجع هذه؟ لا ما ذكرت كلها، ذكر دنتل ديكس وموز بي ريفيو. اللي يسأل عن البحث هل هو لازم يكون منشور؟ هي لازم يكون منشور، هذه عليها نقطتين. طيب اللي يسأل كم درجة جبتها وساعدتك في القبول؟ بلس 85. لا ما في أي اختبار عملي، كلها ورقية.
يقول اختيار نفس التخصص ونفس المنطقة أفضل ولا ما يثير النقاط؟ لا ما له تأثير. تشيرشل باكيت بوكس نفس الأكسفورد كلها مراجع ف تفيدك في البيسك نوليدج. اللي يقول هل نحفظ حفظ ولا فهم؟ على حسب أسلوبك أنت. بعض الناس تحفظ، بعض الناس تفهم، فتعتمد عليك أنت. بعض الأشياء تحتاج الحفظ أكيد، الأرقام، التعداد، التركيبات تحتاج تحفظها. بعض الأشياء لا تحتاج تفهمها، لكن الأفضل أنك تجمع بين الاثنين، حفظ وفهم. هيد اند نيك اناتومي اعتقد كانت من ضمن الاورال سيرجري، يعني الشيء ريليفنت للاورال سيرجري اسيا. مراجع ولا تجميعات؟ كلا الاثنين. دينتال ديكس بار 2، دينتال ديكس بار 2 اليسار. اللي يقول هل كل سنتر يفرق عن ثاني بدرجات؟ ما راح يفرق يعني مرة، ف it's a myth. البورد برسوم مو مجاني. اللي يقول ينقبل في فيرست ماتش ورفض في السكند، وش الحل؟ طيب بالعادة انك انقبلت في الفيرست ماتش يعني درجتك كويسة، فما عليك خوف. اللي ممكن تسويه حاليا تتوظف دولك وظيفة في اي مكان، راح تزيدك نقطتين زيادة لما تقدم البورد السنة الجاية، فرصة قبولك ان شاء الله بتكون اعلى. ف don't give up, you can do it. المقابلة تأثر على القبول بشكل كبير، المقابلة تأثر على القبول، ف مهم إنك تكون متمرس لها. اللي بسنة خامسة هو فكر يستعد، السنة الخامسة ركز على البيسك نوليدج، على الأشياء المهمة في الأسنان كبيسك يعني. فما أنصحك إنك تحضر اختيار من حاليا. انت تقدر تحضر انك تركز بالمحاضرات اللي تدرسها حاليا، لان تقريبا هي الاشياء متراكمه. اللي يسأل وش التخصص اللي قبلت فيه؟ بيدياتريك. اللي يسأل تكنيك يساعدك على سرعة الحل، ما في أي تكنيك، لكن حاول تكون سريع بالقراءة بس، ومعك وقت 120 دقيقة كثيرة ترى. الاختبار فيه صور؟ إيه فيه صور، بعضها يعني بعض الأسئلة فيها صور. كم نقطة تقدر تجمعها في الامتياز؟ إذا أنت إنسان بيرفكت تقريبا 14 نقطة تقدر تجمعها في الامتياز مع قائمة التعميد الشرفية. الأسئلة إيه إم سي كيو. في شيء من الأورثو؟ نعم.
اللي معدل 4.34. يسأل في أمل، ليش لا؟ معدلك يعتبره ممتاز جدا، ليش لا؟ لكن حط في بالك، هي كلها مو على المعدل، على اختبار ستيلي والبورتفوليو. يسأل الأغلب الأسئلة كيسز ولا دايركتلي؟ في كيسز وفي دايركت كويستشنز. اللي يسأل عن الـ AGD تقريبا هو يعتمد على حسب المستشفى اللي أنت فيه، فبعض المستشفيات لها تقديم خاص. طيب ايش الفرق بين MBDE ستيلي Saudi Dental License Examination National Board Dental License Examination، واحد لأمريكا والثاني للسعودية؟ اللي يسأل 80 كم تطلع درجة اختبار من 600؟ ممكن 680 أو أكثر. واحد يسأل، في ناس تذاكر تجميعات جابت فوق 80، إيه فيه؟ مجموع درجة اختبار من 800، مو 100، لهم حسبة مختلفة. رسوم اختبار تقريبا مثل ما قلت قبل 1100 1080. اللي يسأل عن الراديولوجي انتربتيشن، تكون من ضمن التخصصات الثانية، يعني من ضمن الأورال سيرجي أو الأورال ميديسن. دنتال بورد ماستري آب تطبيق وليس كتاب. اللي يسأل يقول دخل دنتال ديكس وفي أونلاين فلاش كارد، شوف اللي يناسبك، إذا تبغاها أونلاين أو تبغاها فلاش كارد. يعني أنا بالنسبة لي أشوف فلاش كاردز أفضل لما تكون بيدك. اللي سأل قال جاب 49 في المرة الأولى، ولو درس شهرين يمدي يعدي، يمديك تعدي. You can do it. مستوى اللغة الإنجليزية يفرق بالقبول البورد؟ لا ما يفرق. إذا قبل طالب انتين في البورد، مين يكون سبونسر تبعه؟ آخر شيء تفكر فيه حاليا سبونسر، لا تشيل هم سبونسر أبدا. عندك وزارة الصحة، عندك نفس المستشفى اللي أنت مقبول فيه، لا تشيل هم سبونسر. كيف تحافظ على تركيزك طوال 6 ساعات؟ مثل ما قلت لك، take breaks، لا تأخذها مرة one shot، take breaks، مثلا ساعتين الصباح، ساعتين بعد العصر، ساعتين قبل النوم. ليس عن اسم القناة دنتل منتل. اللي يسأل عن البيوماتيريالز، كلها كانت مثل ما قلت ضمن التخصص، يعني بس ما أذكر جاء يعني سؤال عن البيوماتيريال بيرسي، يعني وش مكونات الشيء هذا. يعني ممكن تجيب لك مثلا سيلر في الإندو يسألك عن مكوناته. ممكن
اللي معدله 3 من 5 اختبارها هي 77، هل ممكن تكون في البورد؟ أنصحك ترفع الدرجة، تحتاج ترفع أكثر شوي. الانفصال في تنافس حاليا، خاصة في سنة 2019 أغلب الدرجات كانت عالية. Is there any tricks you do in exam؟ التريك الوحيدة ادع الله، لا بد من الدعاء. اللي يسأل إذا كان تقدير جيد ودرجته في الاختبار عالية هل يتم قبوله؟ ليش لا؟ هي بالأخير تعتمد على حسب الـ overall score، مو على حسب المعدل. درجة اختبار مهمة للتوظيف ومهمة للي يبغى بوست جراجوت بروجرام، ما لها دخل بالتوظيف. اللي يسأل أنت نشرت بحث؟ طيب، عليه نقطتين، البحث عليه نقطتين. الأسئلة كلها MCQ. نعم، اللي يسأل البحث لازم يكون نفس التخصص؟ لا مو شرط، عادي بتخصص غيره. اللي يسأل انترفيو ممكن يحتاج محاضر الحالة، لكن عموما تحتاج to prepare yourself for it. اللي يسأل البحث مو شرط تكون first author، عادي تكون co-author، مو شرط تكون first author أبدا، أهم شيء تكون في مجلة معتمدة من الهيئة سواء سكوبس أو ICI. اللي يسأل باي ماتيريال، الأسئلة مو كثير ترى عن باي ماتيريال، مثل ما قلت يعني يسألونك عن مادة معينة مستخدمة الكومبوزيشن حقها، ودائما يسألون الأشياء اللي مرة obvious يعني. وش الفرق بين البورد السعودي والريزيدنسي، واحدة بالعربي واحدة بالإنجليزي؟ اللي عندي دنتل ديكس 2008 قديم جدا، يعني صار له كم 12 سنة، أنصحك تاخذ أحدث شيء ممكن. إيه اللي يسأل عن موز بي دنتل؟ يا موز بي دنتل ريفيو مش ديكشنري. اللي يسأل عن رسوم البورد 32,000 سنويا، لكن لازم سبونسر، بدون سبونسر you will be kicked out. مثل ما قلت لكم قبل السبونسر بسيط جدا انك تحصله. اللي يسأل وش السكور الحلوة اللي ممكن اجيبها كأول تراي، يعني كأول فرصة لك اذا جبت فوق 75 شيء حلو. ليس عن فيرست ماتش وسكند ماتش، طيب لما تقدم ورايك البورد راح يكون في نومينيشن ترشيح، انسي فلان تم ترشيحك مثلا للتخصص المعين في منطقة الرياض، تمام، لكن ترى مرشحين معاك ممكن 30 واحد والمقاعد ممكن 20 مقعد، بس 30 واحد مرشح 20 مقعد، فتسوون انتم الانترفيو، أهل المراكز أو أصحاب المراكز ممكن يقبلون أحد ويرفضون أحد، فهذه يسمونها سكند ماتشنج. السكند ماتشنج تصير بعد الانترفيو. وش ممكن يصير في المقابلة؟ Be yourself، خليك على نفسك، وأول سؤال talk about yourself you have to prepare for it. ترى السؤال مو سهل جدا، يهمهم في المقابلات أنك to be confident و don't show off بزيادة، ما يحبون المتغطرسين. آيلتس توفل لا مش مطلوبة، المقابلة باللغة الإنجليزية العربية على حسب المركز.
اليسر الأفضل نقدم على البورد بعد وظيفة ولا قبل؟ البورد ما يضمن لك وظيفة أبدا، البورد مجرد برنامج تدريبي خلصت منه مع السلامة. فإذا أمداك تكون موظف قبل البورد، وظيفتك يسمحوا لك تروح للبورد، هذا شيء كويس، لأنك لما ترجع راح ترجع لهم هم، يعني في أمان وظيفي. أقل درجة قبول البيدو السنة والله ما أعرف كم، ولا ينشرونها بالعادة إلا بعد مدة تقريبا. من 20 دقيقة كل سكشن، 3 سكشنز 360 دقيقة. مقابلة البورد لا، مش إكزام، مجرد انترفيو بس، ياخذون يعطون معك. اللي يسأل عن الانسترومنت، ما أذكر جاني أي سؤال عن الانسترومنت. كثير يسأل عن المعدل، المعدل مو هو مهم كثر أهمية اختبار الهيئة مع السي في. فحتى لو معدلك نازل عندك فرصة إذا جبت درجة كويسة، لا تتحطم أبدا. ليس ان اي جي دي هو ادفانسد جنرال دنتستري، بعض المستشفيات تكون فيها. قائمة العميد بس الأول الخمس الأوائل على حسب الكلية، كل كلية لها شروطها. درست البورد حاليا 3 سنوات كل التخصصات ما عدا الورم اكزيفيشال سيرجري، 5 اعتقد. شلون تتأكد ان مستوى مذاكرتك جيد؟ من اختبار الاول. واحد يسأل ليش الجراحة ما يقبلون أحد؟ يقبلون، لكن بالعادة يفضلون الناس اللي عنده experience أو اللي أخذه attachment، يعني الناس اللي فاتت عليهم سنة. اللي يسأل كيف أسوي بحث وأنشره، وهل لازم مساعد دكتور؟ مساعد دكتور راح تفيدك، أمر بسيط جدا، عندك فكرة طبقها انشرها. اللي يسأل شارك كداتا كوليكتر، إذا أنت كو أوثر محطوط اسمك مع الكو أوثرز كافي. لسه 4 درجات بحث، لازم يكون عندك بحثين، واحد منشور، الثاني فقط ال IRB approval أو ال proposal، مو شرط يكون منشور. ليس أنا سبونسر، وش يعني سبونسر؟ السبونسر هو اللي راح يدفع رواتبك للـ3 سنوات اللي راح تكون فيها resident. اللي يسأل كم مجموع درجاتك؟ طيب، القبول في البورد له عمر معين؟ ما في عمر معين. اللي يسأل كيف أسوي لنفسي سي في وأنا لسه طالب؟ الهيئة عندهم
نقاط معينة لازم تكون متوفرة. فمنها يكون عندك بحثين، هذه 4 نقاط، برضو تكون يعني شاركت في community activity campaign، وفي قائمة العميد الشرفية، ناسي والله بالضبط إيش ترتيب البورتفوليو، لكن أهم حاجة وقت تقديم البورد أي ورقة ترفعها مختمة. بعض الناس طارت عليهم 4 إلى 6 نقاط بسبب بعض الأوراق ما هي مختمة أو الختم هو واضح. احرص على الختم جدا. اللي يقول خريجين أقل من 3.5 ما عندهم فرص، لا، فرص موجودة، تجيب درجة كويسة بالاختبار إن شاء الله. أنا أعتبر فوق 80 درجة كويسة في الهيئة. كم راتب الريزيدنسي؟ I have no idea، لكن أعتقد أنه بلس 18. إيه عادي لو يصير اسمك الثالث، اللي يسمع كو أوثر مو شرط الأول، يكفي بحث واحد. اللي ما عنده سبونسر بالعادة المركز يقول لك مع السلامة، لازم سبونسر، لكن مثل ما قلت لك سبونسر سهل مرة، لا تشيلها أبدا. الخدمات الاجتماعية أي كامبين من جهة رسمية، والشهادة تكون مختومة عليها التاريخ والمكان. ليس عن الختم، لازم الختم من الجهة المصدرة للورقة، فإذا من الجامعة لازم يكون ختم الجامعة، إذا من كامبين تابع جهة معينة لازم يكون ختم الجهة هذه. تمام، أعتقد خلصنا الأسئلة كلها، 491 سؤال. أعتذر إذا في سؤال I skipped it دون أي قصد. الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت صراحة، الله يعافيك يا معك رب. أسئلة كثيرة. يعطيكم العافية جميعا. الدكتور للأمانة ترى حاول يغطي قد ما يقدر من تقريبا 500 سؤال، إن شاء الله أنها كانت واضحة للجميع.